أنا جد سعيد أن أقدم وأرفع أسمى عبارة التقدير والشكر للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الثقة التي وضعها في لمدة أكثر من 3 سنوات لإدارة هذا القطاع، قطاع الحساس، قطاع صعب، فأشكره على هذه الثقة. من خلال تطبيق سياسته استطاع هذا القطاع تحقيق أرقام جد معتبرة، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الخارجي، بفضل السياسة الرشيدة والتوجيهات وتطبيق لتعليمات السيد الوزير الأول. استطاع القطاع أن يحقق أرقام لم تحقق من قبل، وهذا بفضل كما أشرت سالفا هذه السياسة الرشيدة التي وضعها السيد الرئيس، وأيضا بفضل المجهودات الجبارة التي قام بها إطارات وموظفي وزارة التجارة خلال 3 سنوات. وأنا أغادر كما دخلت المرة الأولى وأنا أغادر هذه القاعة، اسمحوا لي قبل أن أحيل الكلمة إلى معالي الوزير أن أرفع كل احترام والتقدير إلى جميع إطارات وزارة التجارة، سواء المركزيين أو المحليين عبر 58 ولاية، وبالإضافة إلى كل الهيئات تحت الوصاية على المساعدة التي لقيتها معهم وعلى المجهودات الجبارة التي قدموها. فأشكركم جزيل الشكر، وأتمنى منكم أن تبقوا بنفس الإرادة، بنفس القوة، بنفس الحماس مع الوزير الجديد، لأن قطاع التجارة مهم. قطاع التجارة له علاقات مع جميع القطاعات الأخرى، وبالتالي لابد أن تواصلوا بنفس النهج، بنفس المنوال. مع تمنياتي لكم إن شاء الله بالتوفيق، مع تمنياتي لمعالي الوزير التوفيق، هو ابن القطاع كم تعرفوه، وبالتالي فأعتقد بأن بالمثابرة إن شاء الله سنصل إلى ما سطر في برنامج السيد الرئيس. إذن أشكركم جزيل الشكر، و أتمنى منكم أن تبلغوا جميع موظفي وإطارات وزارة التجارة تشكراتي الخالصة لهم على المجهودات التي بذلوها خلال 3 سنوات من أجل إيصال القطاع إلى ما هو عليه الآن. إذن لكم جزيل الشكر، ورمضانكم كريم، وكل عام وأنتم بألف خير. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.